في مكان يدعى تل أبو طبيرة بالقرب من أور السومرية بالعراق، تم مؤخراً اكتشاف أقدم طبق سمك مسكوب في التاريخ، حيث عثر عالم إيطالي على طبق طعام يحتوي على عظام سمك معد بطريقة السمك المسكوف المشهور ببلاد الرافدين. وأظهرت آثار بقايا العظام أن السمك شقت من الظهر وطبخت شوياً تماماً كما تشوى حالياً. ومن المعروف أن العراقيين هم الوحيدون الذين تفردوا بشق السمك من الظهر وليس البطن مثل الشعوب الأخرى. والأسماك عامة هي الغذاء الرئيسي للعراقيين، خاصة وأن كل المدن العراقية تقع على ضفاف الأنهار، وهذا مثبت في الألواح المسمارية والأختام الأسطوانية التي تتمثل في قوارب الصيد المكتشفة، حتى الإشماغ أو غطاء الرأس العراقي مستوحى من شبكة الصيد. وهناك نص أسطوري عن أن صياداً اسمه أدابا هو الذي أدخل السمك كغذاء في التاريخ العراقي عبر العصور المتلاحقة، وخاصة وأن الأنهار العراقية تمتلئ بشتى أنواع الأسماك، وخاصة الكار الأصفر والشبوط والزوري صغير الحجم، وكل هذه النوعيات تشكل الوجبة الأولى للأسرة العراقية منذ القدم. ولا يخلو بيت عراقي وخاصة في الوسط والجنوب من تنور طيني يستخدم لشي السمك، أما المسكوف فشاعت شهرته عند أهل بغداد. العراقيون يرددون دوماً مثلاً شعبياً عند الأزمات والكوارث، يقول إن لا أحد يموت من الجوع، وهي حكمة سومرية رددها الأجداد بسبب عيشهم حول الأنهار وبجوار الأهوار والبحيرات، فكل ما يحتاجه العراقي مجرد شبكة صيد صغيرة أو عصا تحمل في رأسها قطعة حديدية مدببة ليصطاد بها السمك كي يشويه من دون عناء.